الثلج ضيف الشتاء المحبب يتحول إلى ضيف ثقيل يحصد مئات الأرواح في مختلف الدول الأوروبية خلال الأسابيع الماضية. 8 قتلى جدد ينضمون إلى قائمة الضحايا في رومانيا بعد أن أدت موجة الصقيع إلى عزل عشرات القرى وآلاف الأشخاص الذين دفنت الثلوج منازلهم ولم يبقى أمامهم سوى انتظار وصول جهود الإنقاذ. لا أحد يأتي من قادة البلاد ليتأكد إن كنا ما زلنا على قيد الحياة، فقط اليوم أرسلوا المنقذين لمساعدتنا. الأوضاع في دول غرب أوروبا ليست أفضل حالا، حيث تسبب الهطول الكثيف للثلوج في قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية وعزل القرى الجبلية في إيطاليا. موجة الصقيع وصلت أيضا إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية التي تعرف باعتدال جوها، حيث نصح مسؤول الجزيرة سكانها بالبقاء في منازلهم خلال الأيام 3 المقبلة بسبب انخفاض درجة الحرارة واستمرار تساقط الثلوج. نداء لم يستجب له الأطفال الذين رأوا في الثلج فرصة للعب.